طب تيجي نتفرج على حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وفي بيته. كان في خدمة أهله يخصف نعله ويخيط ملابسه ويحلب شاته. إيه ده، النبي بيساعد عيلته في البيت؟ يعني مين راجل دلوقتي بيساعد مراته بالطريقة دي؟ النبي. أصلا أنا مشغول، والنبي كان مشغول أكتر منك 100 مرة. طيب، كان صلى الله عليه وسلم ضحاكا في بيته، يضحك ويضحك أهل البيت. ما دخل النبي بيته إلا بساما. في ناس تخش، في رجالة تخش البيت، البيت كله يهرب، كله يهرب. إن شر الرجال، حديث تاني، من إذا دخل بيته هرب أهل البيت، كله خايف مرعوب. النبي ما كانش كده. دي الحياة يا جماعة، ده طريقة التعامل مع المرأة. الأصل في حياة النبي في تعامله مع المرأة الحب والود. يقول على خديجة: إن الله غرس حبها في قلبي. الأصل في الحياة مع النبي مع المرأة كلمة اسمها المشاركة، شيرينج. يعني إيه شيرينج؟ رجالة كتيرة ما تعرفش الكلمة دي، المشاركة. تصدقوا إن السيدة عائشة تقعد مع النبي لمدة، مثلا أنا بقول الوقت تقريبا على الأقل ساعة، ساعة ونص. ليه؟ لأن القصة محكية إنها قعدت تحكي له قصص وحكايات 10 ستات مع زوجاتهم، والنبي يسمع لها. أنت بتسمع لمراتك كام دقيقة؟ وأنا يعني برضه يعني، وبعد كده تسرح. 10 ستات مع زوجاتهم بتحكي له القصة، يعني مكتوبة القصة في كتب الحديث 4-5 صفحات، لغاية ما جت في آخر قصة عن أبو زرع، اسمه كده، وأم زرع. فإن أبو زرع كان بيحب أم زرع جدا، لكنه في الآخر بعد الحب ده كله طلقها. فالنبي يبص للسيدة عائشة بعد ما سمعها ساعة ويقول لها: كنت لك كأبا زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. أنا مش ممكن أطلقك. شيرينج، المشاركة، الشيرينج ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم ياخد السيدة عائشة فسحة ويقول لها: سبقيني يا عائشة. دي الحياة عند النبي، سبقيني يا عائشة. فيسبقوا بعض فتسبقوا، فيرجع ماشي يسكت خالص ويقعد ايه، يزود لها في الاكل كل يوم اكل زياده. كل يا عائشه، كل يا عائشه، وهي مش فاهمه في الموضوع. وبعدين ياخدها الاسبوع اللي بعده يقول لها: سبقيني يا عائشه، فيسبقها ويقول لها: هذه بتلك، واحده بواحده. ايه ده النبي، دي شخصيه النبي مع المراه، فسح، شخصيه النبي مع المراه مشاركه واستماع، شخصيه النبي مع المراه بيساعدها في البيت، شخصية النبي مع المرأة كلام في الحب. ويروح لبنته فاطمة: يا فاطمة، إني أحب عائشة فأحبيها، أنا بحب مراتي قوي، حبيها. ويقول دون ويعلن دون. ده الحياة يا جماعة. أعرف راجل ومراته تخنقوا مع بعض، فهو طلع لها من كتب الفقه أحكام التعامل مع المرأة اللي ما تسمعش كلام جوزها، وهي طلعت له من كتب الفقه إن هي مش ملزمة إنها تخدم في البيت، إنما هو لازم يجيب لها خادم. دي محكمة، دي يعني دي قعدة محكمة، دي مش قعدة حياة. احنا بقى بنعمل ايه؟ بناخد الأحكام دي وبناخد الأحاديث دي وعايزين نطبقها على الدنيا. الدنيا مش كده. الرحمة هو مبدأ التعامل النهاردة، مبدأ النهاردة للتعامل مع المرأة، رحمة ومودة وحب وفضل.